السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا المنشور نشوف الجيش نتاعنا الشعب الوطني va participer à un exercice militaire en Russie. غادي يمشيو يدربوا في روسيا. روسيا هي اللي عرضت عليهم هاد التدريبات اللي غادي يكونوا في شهر سبتمبر ان شاء الله. وهاد التدريبات غادي يكونوا c'est-à-dire l'exercice militaire, il va porter à les actions tactiques visant à chercher, détecter, détruire des groupes armés illégaux, précise le communiqué du ministère russe. C'est ma radi derbo à la bashi harbo al jamaat al musallaha al ghayr al qanouniya li منها الارهابيه. وحنا هذه حاجه تفرحنا مليح. الجيش نتاعنا ديجا راه مدرب وجيشنا قوي وجيشنا ما شاء الله مسلح وعنده الخبرة الكافية في الجماعات المسلحة الإرهابية. ولكن يزيد يروح لروسيا باش يكتسب خبرة من دولة عظمى كروسيا اللي متسلحة وعندها هي ثاني خبرة في هذا الميدان. حنا هذا يفرحنا، يفرح الشعب الجزائري اللي هو مفتخر بجيشه. ونعاود نقولوا ان شاء الله ربي يخلي هذا الجيش قوي يدافع علينا في حدودنا. وتحيا الجيش الشعبي الوطني وتحيا الجزائر، وان شاء الله دولة عسكرية ودولة عسكرية وعسكرية، وان شاء الله يخلينا العسكر اللي راهم حامينا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.